تمريه مركي لويري يعني عيدك شوقني وتعالى قريب بوفتك عليها وعلينا محمد كهينا وشار الدين شعب الحلي شيء أفضو بيه تشوف كذا وتروح الصوين بوفتك عليها على كرة إيه كسر ذي جازي أذكر إيش حسوق عوضات إنك يا لي مينو أنا ما حنا درن هاي رجع عندي ما حق علي أي أنا درن هاي ما أنت هو معلمتي ورتشيم كمصبيحي كل تليها النعيب كا يا عنفي كا قبيلة لديد يا قبيل يا موادين با ودوشة كم مراي موادين كستا أو إلى هذا دور شو مزح وينها الله قبتو حيقول شو هذا وقرن دينس بنام بحن أيها ميسل ميو يديك يندل يرد مقالة برع كوا سيو كم بوشين يسيد أيقو حيهين لما شد يدعو عكاد شي كوبي تومانكي أغوست سند كي لبكون لبيا لباتن اسكو صباح يسميين دل يردو كواسيو اي كدل بانيين دورو شمبد احتو يو او دالكا كدع دا يغو انو تعسيد يغي هلادا اي كبحين دل يرادا سي اسكو صباح ديگا يي دل يرادا اس او رنتي آن وحوا يو وح عرقلادا يو وح ربشادا اي ودين وح تليا تي اي ستينا اي اهيد سيري رنتي ماانتا سيري اس اي ماانتا هر اللو ديدي اي لغولاي ما أنتوا هنا هنا عواقب كيس يالكم مرة يو إن أي حبض يو أي قري أكيد أي تكتي واحد عم بارين فلكا فوش حما واحد تعسيدين إن عم برو دقلة وياي إن فاملي يو قيسسكي أهلدي أي كسر شيرين حبنا هاس كيريولي ما أنتوا كلكم يو تون كيا بس ربي كوري ربي الله سانكي واحد سوسا بحي ضد دياره إنتوا رشوا تويا إدلك كذا صنط هل كي انت بشو لقيت جوابه واحد يقول عليه إن الدلوشن كمية إن هبليه قبيلة يقول الحلو إن قار كمية بكي لقيه تعجي بغني ولعوت الضينا وحبك يسن لقرب صور وين وارقنا عواغ حمادي كان عضي هبا إن ماذا واحد ذي محمد كاينا يلوحا مهينا تدر بجحيسو كي يسن يزلك لكن واحد ذان يقول إني كتلك القبر نستافر غفو شعبه وحل حلي ما انت نتيجي تاكنا لتوين وارقنا ما أنتوا كوبا يعني كوبا تبان كي أغسط وحنو تعسير ده يعني ناس نصوب حنو كانوا نتاعين ناي لليردي كوبا تبان كي أغسط سنة كي هراء وكل هاي رتشين كمصبيحي سيري ما أنت عقاتين يا رصاص ما أنت نقول شو هم ما أنت وحيدل كي جيسة تيار كم أنت دل كي جيسة وين أرجعنا كوي ما أنت على حق وين وارج جيسو ما أنت وحيد شو أنت لسه ما أنت شوين ما أنت ركوا هلك شو هو حليه وكو قرندي مسا مواطن كستا او الى هذا دور شمل حوينها لا قبطه waxay ku jawaabeen waqran dinis waatiya iyagu ku tijilayeen kuna si joogi maayeen anagu halkan baan u taaganahay ku nifooda ku waayay in la intaan anagu nifayga ku waayayno mariya markii la wareey yaani ciidada joogine in ragas waxa xasuuq baan lagu geystay oo talada muuse uu geystay 12kii ogosti 2022kii een waxay u dhinteen hadaan la helin anaguna walu dhimaayna inta joogtaana waa u dhimaaysa kulli maanta waa maalin aad inagu weyn dhalinyarada reer Soomaaliland waa maalin xasuuq baan inagu dhacay oo dawladda muuse iyo talaxumaanteed maanta sida dhalinyaradeenii een u geysatay waxaan uga tahsiinay dhamaan ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeen maalinta 12kii bishii ogos 2022kii waad oo koobay tokyo oo goos waxay ku baaqatay baantii dhalinyarada taliska muusikada ku xasuqay waxaan taaseen dhalinyarada waxaan leenahay loo yimaayo walaal doona maanta waa maalintii mujaahidiintii naga dhimatay u dhimatay xasuuqii oo la xasuuqay ilaahay jannada firdowsa ha geeyo jannada wacra waxaan leenahay dhalinyaradina quruxda badan leh rajiimka dagaalamaya weynaya waxaan leenahay ilaahay naga qabto ilaahay naga qabto xasuuqa wadaad inga yeeli mayno أنا ما حلا درن نهاي رجع عن لبه قلاي أي أنا درن نهاي دم ما حنا شاد اللي يلا دان إن الله برد أمرين ما يو أنا موسى بيحس كا قبرينا كأن بيرلا كوك قبرينا ما أنت ما أنت ويا أنا شهود عند اللي يردي كوي تمن تيوغا سلوا كني لقي لاسك لقي دلي قبل السمان لان لما أنت رتوني تعني إلهي ونا حريستو إلهي ونا حريستو موسى بيحو حلنا هاي وحويا أن إذا قصب سكما يستو إذا قصب سكما حكنتو وحويا أنا هو دلمي جماعة قلين dulmi ma ogolin sharciga ayaa shaqeynaya 12 ogos ee la xasuuqay dhalinyar ee waxba geysan ee siiriga sitay waxa leenahay maanta waxaan diyaar u nahay wax kasto oo tigeyso inaana maanta halkeey ugu waa ku dhintaan mar u dhimanno waxaan diyaar u nahay
ina hadii tirisnaa buurta fuulo banaabaha ay dhigayeen dhalinyarada burco saaka ayaa ha misel miya kaasi oo ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan 12kii agoos sanadkii 2022 dhacdooyinkii ka dhacay guud ahaan dalka abdullahi maxamuud muuse xudeyfi wararka telefishinka somnews burco